معك ياسمر رايز برومي هيبنوتيزور بروفيسيونيل في المغرب ولا بغينا نقولوا في العالم العربي؟ نستا كنا في الاسباني كنا لا فامي مجموعين كنا في واحد الريستورون اي كانوا دايرين في انيماسيون واحد هيبنوتيزور فبقيت كنقلب بقيت كنبحث حتى جات واحد لا بوسيبيليتي واحد لا شونس في 2010 دي واحد السيد اللي كاين واحد اماتر اون لا ماتيير اللي كاين في فرنسا في باريس جاتني فرصه انني نتلاقى معاه وانه يدير لي دي فورماسيون بزاف ديال المغاربه عرفوا ليبنوز مع ياسمر رايز في الاول كان واحد التخوف كبير بزاف الناس كيقولوا واش شي سحر واش شي شعوذه ابار ليبنوز جوني عروض باغ اكزومبل في التمثيل بوكوا با لان ديما كنقول ان ارتيست خصو يكون كيعرف يدير بزاف ديال الحوايج